السلام عليكم، أتمنى تكونوا كاملين بخير. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. كيف كتشوفوا معي في الصور، غنشارك معكم رخامة بالبرتقال معسل والكاوكاو، كتجي رائعة وخطيرة في المذاق. نتمنى الوصفة تعجبكم، ما نطولش عليكم، نبقاو معايا حتى الأخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكاوكاو او الفول السوداني اللي حمرته من قبل وحيدت ليه القشره وطحنته خليته مهرمش. باش نجمعوا العجين، القليل من العسل، ممكن تعوضوه بالحليب المحلى المركز. عندي القليل من ماء الزهر، الزبده مذابه 30 غرام تقريبا، ملعقه كبيره. غادي نحتاج كذلك لهاد البرتقال المعسل، ممكن تعوضوه غنحتاج القليل فقط، انا عندي 100 غرام، ممكن تعوضوه باي فاكهه مثل التفاح عندكم. وبالنسبه للتزيين عندي شوكولا بيضاء وسوداء. ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذ الكاوكاو وغادي نضيفو ليه الزبده. بسم الله، من بعد غادي نزيدو ليه قليل من هنا، عندي 60 غرام تقريبا ديال الفواكه ديال الليمون المعسل. غادي ناخذ نص ديال الكميه كيف كتشوفوا معايا، لاني باقي غادي نضيفها من بعد. غنضيف واحد شويه ديال ماء الزهر، هذا يل تنسين فقط. بسم الله، معلقه صغيره. وباش نجمع العجين غادي نحتاج العسل، ممكن تعوضوه بالحليب المحلى المركز الا ما توفرش عندكم العسل. بالنسبه لكميه كاوكاو الا بغيتو فيه اكثر ممكن ديروا نص كيلو، لان هاد الرخامه كتخرج بزاف، انا بغيت منها غير هاد الكميه فقط. كنضيفوا العسل حتى تيتجمع لينا الخليط، وممكن ملي نبسطوه ما يتفرتتش لينا، هذا هو الغرض. نجربو بيدينا هكا باش نشوفو واش محتاج باقي ما زيد ولا لا. انا غادي نزيد واحد شويه، انا غادي نكتفي بهذا القدر. كيف كتشوفوا معايا العجين قياس لي من نبسطو. خديت هذا الاطار، انا عندي دائري، الا كان عندكم مربع يكون حسن. فرشت ليه ورق الطبخ وغادي نبدا كنبسط الكاوكاو ديالي في قعر هذا الاناء بالسمك اللي بغيتو وعلى حسب الكميه اللي عندكم. نبسطو بطريقه متساويه باش يجينا نفس العلو ديال هذه الطبقه. نبسطو بهذه الطريقة كيف كتشوفو معايا، متوفرش عندكم هاد الإطار ممكن تاخدو دوك لاطات دياو أو ليمول تاوع دياو الزاج. أنا كنفضل هاد الطريقة حيت كنفرشلوها الورق ديال الطبخ وكتجينا سهلة ملي كنبغيو نقلبوها. بالإستعانة بكأس غادي نبداو كنبسطو مزيان هاد الخليط باش يجينا متساوي. كتشوفوا معايا طريقه جد سهله، وهاد الحلويات سهله في التحضير ولذيذه في المذاق. حاولت نغير من الطريقه اللي كنوجدها بها عاده. بعد ما بسطت الكاوكاو ديالي غادي نوريكم السمك اللي كنحصل عليه. كيف كتشوفوا معايا خليتها طالعه شويه، كيبقى لكم الاختيار، اما تنقصوا من هذا السمك اما تديروا اكثر. هي باش ما جات طالعه كتجي زوينه، كتكون باينه. بسم الله على الاطار، باقي سخونه.
بالنسبة للشوكولاتة ما تديروش جاري، خصو يكون عاقد شوية باش يجي السطح ديالها نقي. نحركوها بهذه الطريقة، وغادي نخليه حتى يبرد، عاد ندخلو شوية للثلاجة ونخرجو باش نحيدو هذا الإطار. إما نديرو موس يكون سخون، ولا نديرو فيطة فاسقة من الجناب. باش نديمو ليه كتشوفو معايا، غندوز على الجوانب باش ترخى لينا. كتشوفو معايا الفوطة يكون حسن كيتيمو لها بسهولة. خديت ورق التوت وغادي نوضعو بهذه الطريقة باش نقلب، أو صينية ولا شي مول كان عندكم ولا توفر عندكم باش تقلب لينا بسهولة. كنحصلو على هذا الشكل. هذا الليمون اللي بقى عندي، بغيتو تضيفو مكسرات بحال اللوز او القرقاع او اللي بغيتو، او اي فاكهة معسلة توفرات عندكم لكم الاختيار. اصلا اللوغو ديال البرتقال كيتواتى مع ماء الزهر كيكون زوين. نتوما اللي توفر عندكم هو اللي تستعملوه، ماشي بالضرورة يكون نفس الشيء. وهنا غادي نضيف الشوكولا اللي ذوبتو بالماري، الشوكولا الابيض. انا فضلت ندير لتحت شوكولا سوداء ومن الفوق نزينها بالشوكولا بيضاء. نخوي الشوكولا ديريكتومون، عاد نرد المول. بسم الله. نخويو الشوكولا هي في الوسط باش ما ينزلش لينا بزاف الجوانب كيف درنا من قبل. غادي نبسطو هاد القطع، عاد نرد الموف. الطريقه اللي كتفضلوا ديروها، المهم عندنا هو نحصلوا على نتيجه مزيانه وتكون نقيه. ملي كيبرد لينا الشوكولا البيضاء بنفس الطريقه الاولى كنزولوا الاطار بمساعده من السكين او الفوطه اللي كتكون بلا في ماء دافي، كتساعدنا باش نزولوا بسهوله. انا فضلت انني قبل ما نقطعها نزوقها نزوق لها الواجهه ديالها بشوكولا سوداء، مادام استعملت شوكولا سوداء في الطبقه الاولى. التزيين كيبقى حسب الرغبه وحسب الذوق ديال كل واحد. انا فضلت نزينها بهذه الطريقه، ومني تبرد عاد غادي نقطعها باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الرخامه ديالنا اليوم. اوكي، يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الرخامه بالفخوي كونفي
الشوكولا البيضاء والسوداء بعد ما قطعتها انا على هذا الشكل بمربعات، كتجي رائعة شكلا ومذاقا. هذاك البرتقال المعسل كيعطيها واحد المذاق رائع جدا. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم واستحسانكم، وكيف ديما ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. كنشكركم على حسن المتابعة، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.